ايوه بوشكاش. انت بتضحك ليه؟ لا لا، ما انت عارف الطقوس بتاعتي اللي بعملها. اي ماتش بالنسبه لي بيعتبر مصر، مصر ام الدنيا. وانا عارف انت بتكلمني على مين. ابشير طبعا، مش كده؟ لا لا لا، ابشير مين وبتاع مين؟ انا بكلمك على السلعاوي. سلعاوي؟ سلعاوي مين؟ ده ابشير مكسر وش سلعاوي. ده واخد وشه في النجيله رايح جاي رايح جاي. يا بني ادم، احنا عايزين السلعاوي، انا ورشدي بيه عايزين السلعاوي، هتفهم اكتر مننا. مضي السلعاوي يعني مضي السلعاوي. خلاص سلعاوي سلعاوي، انا تحت امرك. طالما في نسبه مزعطعطه ورايحه جايه قدام عينين بوشكاش، انا تحت امرك. امضي لك السلعاوي، وفي اول يناير امضي لك ابو قردان. انا تحت امرك يا بكر بيه. على فكرة، الذكي اللي فاكر نفسه ذكي ما يبقاش ذكي، والغبي اللي فاكر نفسه غبي ما يبقاش غبي. أنا كنت غبي لأن كنت فاكر نفسي إن أنا غبي، بس اتضح لي إن أنا مش غبي لأن كنت فاكر نفسي إن أنا غبي. ليه بقى؟ لأن مفيش حاجة اسمها الكلام ده، إنما في واحد حظه حلو وواحد حظه وحش، وأنا واحد من الناس. كنت بطل العالم في الحظ الوحش لحد ما سافرت نيجيريا مع الماتش بتاعي كحارس مرمى وحامي الشباك المصرية. يا عالذكريات. اسد 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 واقف في قلب الشبكه، استحاله حد يعدي. حيطه خرسانيه، خط 18 محدش بيشوفه ولا 19. علاقتي بزمايلي منتهى اللطف. كنت حاسس في اليوم ده بان يوم سعدي فعلا، مع اني كنت شايف غراب واقف ويا. اتهموني بالجاسوسيه والجاليه احتفلت بيا. قررت من الذكاء فورا اني احدد ماتش اعتزالي، ومصر كلها فرحت بالخبر ده، مش فاهم ليه. وخدني كابتن فريق النيجيري واحتفل بيا في قابلته. غريب اني عرفت انهم اول مره يكسبوا على ايد العبد لله. واللي ورايا دي اسمها شمبالي، ساحره حبتني، سحرت لي سلسله وقالت لي خلي بالك يا بوشكش، السلسله دي هي سبب سعادتك وحظك، حافظ عليها زي عينيك. لو راحت منك حياتك هتتقلب جحيم. بدات احس بالمكان بيتملي حواليا عفاريت والناس بتصرخ والجو اتقلب، اتعفرت المكان. حسيت ان السلسله دي فيها حاجه، بدات اصرخ. فار وشال الرعاش. يعني ايه حضرتك؟ يعني ايه حضرتك واحدة بتواجه حالة اغتصاب وقدرت توصل لتليفون وتكلم الشرطة وقعدت تصرخ الست وتقول الحقوني الحقوني الكلاب الكلاب؟ تعمل ايه اكتر من كده؟ تاخد تاكسي وتنزل تبلغ البوليس بنفسها؟ حضرتك عندك رد على الكلام ده؟ انا شايف انه عادي جدا، ممكن يحصل في كل الدول. هو انا كل مسؤول يجي يقعد قدامي يقول لي عادي جدا وبيحصل في اي دولة في العالم؟ انا ماليش دعوة باي دولة في العالم، انا عايز اعرف مشكلة دولتي انا، مشكلة البلد دي ايه؟ ايه اللي بتهببه هانيا ده؟ انزل لي الفاصل بسرعة. باشندي باشندي، صباح الخير يا بوشكاش افندي. صباح الزفت صباح الزفت يا حيوان. نهارك ابيض ان شاء الله. نهارك تين، ما تشربش سجاير تاني وانت شغال. وعليك يا ولد المحظوظة يا بوشكاش افندي.
ايه ده ايه ده؟ ايه الحر ده؟ من النهارده مالكيش برامج على الهوا، البرنامج بتاعك يتسجل وساعتها اقول لك ايه اللي تقوليه وايه اللي ما تقوليهوش. يا فندم حضرتك لو سمحتي اتفضلي، ادي نتيجة اهمالك وتهورك. ده اختار من المحكمة بعضية رافعها علينا رشدي بيه. لا الراجل اللي انت مربطتي بكرامته الارض. يا فندم مش انا بس اللي بتكلم عليه، البلد كلها مليانة اشاعات عليه، وبعدين بقى مفيش دكان من غير نار، واكيد في شواهد للكلام ده. الشواهد دي من نسيج خيالك يا مدموزيل. ونسبة الوفيات اللي في مستشفيات رشدي بيه الخيرية. من غير فلسفة فاضية، حالات الوفاة اللي بتتكلمي عنها دي موجودة في كل المستشفيات وكل يوم. اوكي. نسبة الوفيات في مستشفيات رشدي بيه الخيرية 70% وبقية مستشفيات البلد 30%. ده ما يخليش حضرتك تشك. والنادي اللي هو فاتحه اللي كل يوم يمضي فيه لعيب شكل عمال على بطال، ده برضو ما يخليش حضرتك تشك. أنا مش ناقص مناهدة. اسمعي بقى، إذا عايزة تحافظي على مكانك هنا في القناة اتفضلي، دي دعوة عاملها رشدي بيه هلال لحفلة كبيرة، تاخدي المعد الهمام بتاعك وتروحي على الحفلة تقابلي رشدي بيه هلال، تعتذري له، تتأسفي له. أنا ماليش دعوة، المهم تصلحي كل اللي حصل ده. ديمتري بوشكا حبيبي، يا عم ديمتري انت كمان، انت ايه حكايه اللعيبه الكحيته اللي انت بتجيبها لنا دي؟ ليه السلعاوي ده؟ يا سلام، ده السلعاوي ده عامل زي ده اسمع له مسمى. الراجل ده بيهبش في اللعيبه. يا راجل بيهبش ايه؟ ده نزل اخر خمس دقايق الماتش اللي فات جاب جون في نفسه وعمل اتنين بينن وشويه وكان هيعمل بيبي بين العرضتين. لا 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 يا راجل مش كلام عرضه دي. اه راجل والنبي سوق انا. لا لا ما تسوقش انت. لا والنبي سوق انا. لا دي عربيه ما سوقتهاش قبل كده يا بوست. ما ينفعش اوعى. لا العربيه دي اوعى يا عم بقى. العربيه دي من مصحف لسوق. لا ما ينفعش والله لا سوق. لا دي عربيه ما سوقتهاش قبل كده يا بوست. يلا والنبي هتودينا في داهيه يا بوست. يلا بقى بوست يا جدع. عيب والله ما كان. كمان حارس مرمى. انت سلعاوي، انت سلعاوي، انت مخبيه. لا ده سلعاوي. مخبيه السلعاوي هو انت. لا. مخبيه يا لعيب مخبيه. سلعاوي انت سلعاوي. عجيبه شكلك مختلف تماما عن ما بتطلع في التليفون. عموما اللي كتب لابنك السعد يا حاج، ابنك هيتظرف لمدة خمس سنين. خمس سنين يتظرف 750,000 جنيه في السنة، يعني أكله شربه لبسه نومه هدومه حمومه علينا. قلت إيه يا حاج؟ أنت معايا ولا جايب النهاردة؟ والسبعمية وخمسين ألف دول يعملوا كام مصري؟ إيه ده؟ يعملوا كام مصري؟ أنت عايز إيه حضرتك؟ إيه ليه؟ يطلعوا كام؟ يطلعوا 150,000 جنيه. حلوين؟ زينة والله زينة. ده انتوا لقطة. يبقى احنا هنديكوا 750,000 جنيه اللي هما 150,000 جنيه وعربية مرسيدس ماركة تويوتا. ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة. انا هجيب له شقة في القاهرة
وحماماتها في الجيزة على النيل أول الصحراوي يفتح الفرندة بتاعتها يبص على سينما عزيز أو فاتن حمامة تقريبا، عشان ما اقدرش أكدب عليك أنا راجل كرفته. زينة والله زينة. بس في حاجة يا حاج، ابنك هيمضي على نفسه 100,000 جنيه كشرط جزائي. وإيه الشرط الغزائي ده؟ شرط إيه يا حاج؟ وأنا جاي أشيلك البواسير، شرط إيه؟ بقولك شرط جزائي، هو هيمضي على نفسه 100,000 جنيه يعني. ما تبعبعها شوية يا أخي. يا راجل 1,000,000 جنيه كويس؟ زين. من لعيب الكسيحة ده يعني معمول له الحفلة دي كلها مخصوص عشانه؟ أنا مش فاهم. لا مؤاخذة، أنا آسف جدا، أنا آسف. هلسة هانية، عايزك في كلمتين بعد البرنامج. وأنا تحت أمرك بعد البرنامج. يلا يا رامي. مين البت دي؟ دي بنت مذيعة شايفة نفسها حبتين. شايفة نفسها؟ تقف قدام المراية كتير يعني ولا إيه؟ حتى تضحك تاني؟ خلاص خلاص البرنامج اتفضل. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟ كيف المشكلة؟ والله أنا سعيد جدا، كل ما بشوف وش حضرتك بتفائل بيه، بخسر المباراة اللي بعدها. خليك كده وتخلي المصور يقص لنا كام صورة كده لرز الهلال والأربعين حرام بتوع بسرعة. تحب أكلمهولك؟ أنا اتعاملت تالي معاه مرة قبل كده. عارفة مين هناك ده؟ طبعا عارفاه، بكر العصفوره بتاعت رز الهلال. يا بنتي لا مش ده، التاني اللي جنبه. مين ده؟ ده بقى يا ستي بوشكش محفوظ اللي شهرته بوشكش، فرخه بكشك عند بكر ورشدي هلال، معاهم في النادي سمسار. لعيبه ايه عتيق، يجيب اللعيب من دول ما يقعدش معاه اكتر من 5 دقايق ويكون ماضي. كارثه بقى. كارير واه رشدي بيه كرياس. حضرتك وبجد فعلا بشهاده من الكابتن بكر فعلا بفضل دي بجد. وبعدين بصي للاعيب هنا حضرتك، لما تلاقي عنده الفك الشمال رامي على ناحيه الشمال تعرف ان السمانه مقلوظه. انجازات رشدي بيه هلال السنه دي مش في مجال الكره بس، لا ده في مجالات شتى. لانه بيعمل جمعيات خيريه، مستشفيات، وسمعتها واضحه. صحيح بيركز في الكره يعني، لان الشعب المصري طبعا بيحب الكره، احنا كلنا مصريين بنحب الكره. طبعا طبعا بحب مصر. بحب مصر. وحضرتك بتحب مصر؟ طبعا. وانا بحب مصر. مال وحضرتك وكل ده وانا بحبك. انت اكيد بتحب مصر برضه. طبعا كلنا مصريين. كلنا مصريين من قلوبنا بجد. مال حضرتك حضرتك لو مسكنا دراع حضرتك ده وقطعناه كده طيرنا بقيه كتعه، هينزل ايه من دراعك؟ دم. الدم ده فيه ايه؟ كرات حمراء وكرات بيضاء، يعني اهلي وزمالك. مصر، تحيا مصر بجد من قلوبنا. شيل ايدك، شيل ايدك. هو عادي تقع في مناخيرك كده؟ يا بابا انت فظيع، هتوقف في مناخيرك. كابتن بوشكش. ايوه فندم. هل ممكن نروح لكاس العالم؟ احنا مش هنروح لكاس العالم، احنا كاس العالم هو اللي هيجي لنا وفي تاكس. واحنا فعلا قدرنا نتعاقد مع 7 لعيبه سوبر، اهمهم واعظمهم على قائمه الموجودين كابتن مناخيره. شيل ايدك كابتن سلعاوي. بجد يعني هو ده اللي احنا، وان شاء الله باذن الله فضلنا في الفتره الجايه يا دوب حارس مرمى، ويبقى كده قدرنا نبقى جاهزين للموسم الجديد. بس الكابتن بوشكاش ناقصنا جون كمان. طب يا ستوب ستوب. ايه يا كابتن بكر؟ ايه مالك؟ ما حارس مرمى هي يعني جون. ايه ما تتكلمش في مواضيع تخصيب من المواضيع دي. الله يا ناس يا كابتن بكر. وانت يا عم ما تقعد شيل ايدك من مناخيرك. كابتن استني واحده لو سمحت، انت عايز تمخرب قول ستوب، نديك 5 دقايق نخربها على جنب. مش اكشن تسجيل تروح تضرب صباعك بتطير صاروخ في الفضاء. انت ايه؟ انت ما بتحسش يا اخي انت مش بني ادم؟ كابتن بوشكاش، بما انك وكيل لاعبين وميز، ايوه ممكن تدينا فكره عن مشكله الحضري؟ سؤال ذكي جدا على فكره. بالنسبه لموضوع حسام الحضري، حسام عصام الحضري. ايه ده؟ عصام الحضري. لا دي فكره خاطئه زي ما حصل عند كل الشعب. هو مش عصام، هو حسام. عصام ده كبير، انا سالين انا عارفه. الاثنين توينز يعني توام. تعرف الانجليزي؟
اتنين توينز يعني توأم الاتنين. هو واحد سابق والتاني قبلها باربع سنين. ده ساعات بيبقى حسام الحضري وفي البريك بيروح منزل عصام الحضري، فتحس ان الواد فتلس جامد، انما هو اتنين واحد نزل قبل واحد باربع سنين. فهي دي المعلومه اللي ارجو ان انا بصلحها عند الشعب المصري كله وكل الجماهير الحبيبه العاشقه لنادي الترسانه. ايه ده؟ كان بيلعب في الاهلي. بيلعب في الاهلي. شيل ايدك من لعبه في مناخيرك. يا نهار ابيض، انا سايب خطيبتي في الشارع بقى لها ساعه مرضوعه. هروح لها دلوقتي وهظبط لك المصور قبل ما امشي. طب بس اوعى تنسى. لا عيب، يلا اشوفك. سلام سلام. شيك ب 20 مليون دولار. مسيو جان، تعاملاتكم الشيك دي بتخليني افكر ان انا ابني مستشفيات خيريه اكتر عشان اقدر اوفر لكم كميات الميلاتونين اللي انتم محتاجينها. وبشكر ايضا الكابتن الكبير بتاعنا اللي على راسنا كلنا، كابتن رشدي بيه هلال، على المجهودات العظيمه اللي قايم بيها عشان خاطر السنه دي نقدر ننافس تماما وبالظبط ننافس في زي السنه اللي ديكها وزي السنه اللي فاتت بالظبط يعني. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ممكن ابعت حد يجيب لي سجاير؟ انا هجيب لحضرتك. والله فعلا الجو حار. طيب عندكم ايه تشرب؟ في كل حاجه، جن وفودكا ورام، جاك دانيالز. عندكم جاك ايه؟ جاك دانيالز. انا اعرف الجاك بتاع التسجيل، انما جاك دانيالز اوكي. هات لي واحد رز بلبن. نعم. لا يعني قصدي اضرب لي كل الحاجات دي كلها في الخلاط كده زي الرز بلبن بالظبط. اوكي. زيرو كام؟ انت زيرو كام؟ 10 ولا 11 ولا انت اتصالات ولا ايه؟ يا عم يا بتاع محمد الحلو انت، احنا هنتنطط. Who are you? انت مين؟ انا مين؟ الا انا مين؟ انا بوشكش محفوظ. انا اللي بجيب واودي وببيع وبشتري. هي موبايلي في جيبي متشكر يعني سانكس، اشوف في مدان سفنكس ميع الدباديبي ومقلف قطف شراشيبي بيبي. انا اللي بجيب ووادي ببيع وبشتري سنسر لعيب حظي خليني بقيت ساري. انا اللي بجيب وودي ببيع وبشتري يا سمسار لعيب حظي خليني بقيت ساري. والله عليك يا دنيا لما بتغيري سد منيع وسد العالي
السد العالي شايل مني بشكل فظيع. والحضري، الحضري لو فكر مرة يخش معايا مقارنة يضيع. وجو ربيع قفلي على كل المواضيع، قفل قفل قفل. أنا خدتي مرادو Baby.